ديبورتيفو أرابيس ضد أتلتيك بلباو، ليتشي ضد جنوة، شتوتغارت ضد دارمشتات، موناكو ضد نيس، النصر ضد الأهلي السعودي. أهلا بكم من جديد بجدول مواعيد المباريات اليومي. فضلا وليس أمرا، الضغط على زر لايك أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بالنشر يوميا. حيث تقام اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 البطولات التالية: بطولة الدوري السعودي، دوري روشن السعودي، والدوري الأسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي. أولا مباريات الدوري السعودي الممتاز، دوري روشن السعودي، حيث تقام اليوم 4 مباريات بالجولة 7 وهي كالتالي: المباراة الأولى الرياض ضد الفيحاء، تقام في 6:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة SSC Extra 1 HD بتعليق محمد الخمسي. المباراة الثانية الأخدود ضد الخليج، تقام بنفس التوقيت 6:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة SSC Extra 2 HD بتعليق سعد يحيى. المباراة الثالثة النصر ضد الأهلي، تقام في 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة SSC 1 HD بتعليق فارس عوض. المباراة الرابعة الوحدة ضد أبها، تقام بنفس التوقيت 9:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة SSC Extra 1 HD بتعليق فهد عريشي. ثانيا مباريات الدوري الأسباني، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 6 وهي كالتالي: ديبورتيفو ألافيس ضد أتلتيك بلباو، تقام 8:50 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 3 بتعليق محمد بركات. ثالثا مباريات الدوري الإيطالي، حيث تقام اليوم مباراتين بالجولة 5 وهي كالتالي: المباراة الأولى سالرنيتانا ضد فروزينوني، تقام 7:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و8:30 مساء بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد حسين أدردور. المباراة الثانية ليتشي ضد جنوة، تقام في 10:50 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1 بتعليق محمد الشمسي. رابعا مباريات الدوري الألماني، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 5 وهي كالتالي: شتوتغارت ضد دارمشتات، تقام في 9:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و10:30 بتوقيت الإمارات، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 5. خامسا مباريات الدوري الفرنسي، حيث تقام اليوم مباراة واحدة بالجولة 6 وهي كالتالي: موناكو ضد نيس، تقام في 9:50 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قناة بين سبورت اتش دي 4 بتعليق جواد بدة.